النهارده الخطأ الكبير النهارده بنتكلم في خطأ بقى النهارده موجود وخطأ واضح وواضح جدا. مباراه كندا النهارده وبلجيكا ركلتين جزاء في الشوط الاول لكندا لم يتم احتسابهم. ايوه ده الخطأ مين اللي كان بيدير المباراه كابتن جاد؟ جاني سيكازوي الحكم الزامبي اللي هنفتكر الواقعه بتاع كاس الامم وصفر قبل المباراه ما تخلص وضربه الشمس والكلام انت في حضرتك فاكره ده طبعا. النهارده ركلتين جزاء في مباراه واحده في شوط واحد لكندا لم تحتسبها طبعا خطا كبير واخطاء مؤثره على هذه المباريات. يا كابتن جهاد انا وانا بتفرج على المباراه معلش انا اسف للمقاطعه اتفضل انا اتجننت في الكوره اللي رجعها المدافع بتاع بلجيكا للاعب بتاع كندا وبعد كده تشنكل قلت خلاص هيرجعوا للفار ويحسبوها ضربه جزاء. انا بس ما فهمتش برضه هو الفار ليه ما ندهش. هي 100% المدافع بتاع بلجيكا هو اللي مرجع الكوره. هي دي استحاله تحصل في كاس عالم صح؟ يعني لقطه يعني من رابع المستحيلات تحصل في كاس عالم. في بطوله كبيره زي كاس العالم صعب جدا. اولا الحكم لازم يقول للمساعد ان المدافع لعب، حتى المساعد رفع له نزل المدافع لعب ويلعب واستمر. صحيح. الحاله الوحيده يا كريم ان ما تدخلش الفار ان كل الصفاره طلعت قبل ركله الجزاء. بالظبط. يعني لو صفر انا او على التسلل قبل ركله جزاء وده خطا من الحكم، لان اللي في بروتوكول الفار بيقول لك ديلي ذا ويسل، واخر الصفاره حتى لو المساعد اخطا اخر الصفاره عشان يبقى فيها رجعه عشان نقدر نرجع لها. لو انت اخطات والمساعد اخطا نقدر نرجع لركله الجزاء ان وجدت. وبالتالي هي ركله جزاء صحيحه لم يتم احتسابها لخطا طاقم التحكيم سواء المساعد او الحكم. انا بقول الحاله الوحيده اللي حكم الفار ما يتدخلش فيها وبيساله سؤال واحد انت صفرت قبل الخطا؟ هيقول له اه صفرت قبل الخطا وبالتالي لا يمكن الرجوع للخطا. لكن هو كان ممكن يرجع ليها لو عمل ديلي شويه للصفاره والتسلل الرايه مرفوعه الصفاره اتقلت شويه الخطا حصل صفر بعد كده ممكن نرجع لاحتساب ركله الجزاء. صحيح. ركله الجزاء الثانيه برضو واضحه وضوح الشمس. وغريبه ان برضو الفار ما تدخلش، يعني برضو في ركله عرقله في الرجل من تحت برضو كانت موجوده. يعني ركلتين جزاء في شوط واحد احتسب ركله الجزاء بس الفرقه جات لها ركلتين وثلاثه واربعه حقها تاخده. وبالتالي النهارده خطا مؤثر، اول مباراه فيها خطا مؤثر على نتيجة مباراة النهارده مباراة كندا وبلجيكا. وده يعني من حظنا الوحش ان هو حكم افريقي محسوب على افريقيا، فبالتالي احنا بنتكلم على نسبة بسيطة خالص في الاخطاء. المباراة اللي فاتت كلها بنتكلم على خطأ واحد مؤثر، لكن في الايجابيات هنتكلم على طقم قبل الايجابيات. قبل الايجابيات الحكم ده تفتكر هيدير مباراة أخرى في كأس العالم؟ لا ما اعتقدش خالص. خلاص هو هيكمل لاخر البطوله، هتشوفه حكم رابع ممكن لاخر الدور الاول يعني هتشوفه حكم رابع ممكن، لكن مش ما اعتقدش ان هو الطقم ده يدير مباراه ثانيه في كاس العالم. ما اعتقدش. عندنا برضو ايجابيات حلوه، الطقمين العرب اللي ظهروا بصوره كويسه جدا. سواء عبد الرحمن الجاسم الحكم القطري والطقم القطري كامل، والنهارده ظهر طقم اماراتي محمد عبد الله بصوره ممتازه جدا في ماتش اسبانيا برضه. يعني بركة امل ان شاء الله نشوف الحكام العرب بصوره محترمه، ومستنيين برضه مصطفى غربال الطقم الجزائري كامل في ماتش هولندا والاكوادور اللي جاي، تم تعيينهم في ماتش هولندا والاكوادور بدايه الدور الثاني الجوله الثانيه. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم العربي والتحكيم الافريقي الفتره اللي جايه ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المفيده كالعاده.